أنا أنادي جميع نساء المسلمين، لأن المرأة هي أول من تكتشف أن زوجها تشيع. نعم. إذا علمت أن زوج تشيع مباشرة بلغي إمام المسجد، بلغي الناس، يبدأوا يقنعوه من الذي أقنعك بذلك، ويشوف الشبهات التي عنده حتى لا يدخل في هذا الفكر المنحرف الذي يسب الصحابة ويحتقرهم. نعم. وأنا أحب أن أقول لإخواننا في مصر، التشيع في مصر محظور قانونا وشرعا وعرفا. أي واحد يرى إنسانا يشعر بالمتشيع يبلغ الجهات المسؤولة. أي واحد يشعر بأنهم يجتمعون في غرفة أو في مكان فهذا المكان يعتبر حسينية فلا بد من التبليغ لمصادرته، كما صدرت الحسينيات الموجودة الآن. نعم. صدرت كلها بفضل الله عز وجل وتم التحفظ عليها. فأنا أقول أي أخ أو أي إنسان مصري يلاحظ أي شبهة جهة التشيع أو كذا لابد من القبض عليه، لأن مصر لن تسمح بهذا الفكر المتطرف الذي يريد أن يمزق البلد أن يرجع إلى مصر مرة أخرى.